أهلا بكم من جديد. بدأت ميليشيا حزب الله اللبنانية بوضع سواتر ترابية على امتداد 4 كيلومتر من الجهة الغربية لبلدة مضايا، إضافة لسياج معدني بارتفاع 5 أمتار وطول 3 كيلومترات من كازية السعدي حتى درب الشام، بالإضافة إلى زرع 4000 لغم جديد أضافتهم إلى 6000 مزروعة حول أطراف البلدة. ذكر الناشطون أن الميليشيات تقدمت باتجاه المدخل الجنوبي للبلدة وتمركزت في أبنية جديدة على بعد 300 متر من ساحة البلدة الرئيسية. نتابع. بعد دخول مساعدات خجولة إلى بلدة مضايا المحاصرة، صمتت شاشات التلفزة وتوقفت نداءات الشجب والاستنكار إلا ما ندر، وبقي الحصار الذي تمارسه ميليشيا حزب الله اللبناني وعناصر النظام يلف مضايا. الجديد في انتهاكات ضيوف الأمس محتلي اليوم، أي ميليشيا حزب الله اللبناني، قيامهم بوضع سواتر ترابية على امتداد 4 كيلومترات من الجهة الغربية للبلدة، بالإضافة إلى سياج معدني بارتفاع 5 أمتار وبطول 3 كيلومترات من كازية السعدي حتى درب الشام. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت بزرع 4000 لغم أرضي جديد أضافتهم إلى 6000 المزروعة حول أطراف البلدة، وبهذا فقد باتت مضايا سجنا كبيرة يخلو من الطعام والشراب ومن أدنى مقومات الحياة، يعيش فيه أناس لا حول لهم ولا قوة، لا تهمة لهم سوى أنهم عرب سنة. يبدو أن مسلسل الحصار والتضييق الممارس على مضايا وكما يراه متابعون ما هو إلا إجبار سكان البلدة والنازحين إليها من القرى المجاورة على تركها، أو أن يلقوا مصير من سبقهم من سكان البلدة، أي الموت جوعا، وتحويلهم مرة أخرى إلى مادة للمساومة والمقامرة على طاولة السياسة، واللعب بورقتهم لتمرير مشاريع سياسية عبر إدخال المساعدات للبلدة متى يشاء النظام وقطعها متى يشاء. حرب الإنذارات تدخل إلى قاموس انتهاكات حزب الله ومثيله من الميليشيات الشيعية أينما حلت، فالأخبار الواردة من مضايا تفيد بتلقي العديد من سكانها إنذارات إخلاء من قبل عناصر ميليشيا حزب الله، الحال ذاتها شهدتها منذ فترة وجيزة ديالى العراقية من جانب ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية لمغادرة الأهالي المحافظة. وما بين مضايا وديالى وشقيقات الاثنتين، يستمر زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله دون خجل بالتغني بطريق القدس، الطريق الذي يمر عبر أجساد السوريين الجوع والقتلى، وهو ما يعبر عن أيديولوجية زائفة للحزب لم تعد تنطلي على أحد، ولتبقى الأمم المتحدة ومن خلفها المجتمع الدولي والهيئات التي تطلق على نفسها الهيئات الإنسانية تمارس فعل السكوت والمشاهدة عن جرائم ديكتاتور لم توقفها كل المواثيق والأعراف الدولية. أناقش هذا الملف مع ضيفي لقمان سليم مدير مركز أمم الأبحاث، ضيفي من بيروت. مساء الخير أستاذ لقمان، وعبر الهاتف علي إبراهيم ممثل شباب الحراك الثوري من البقاع. أهلا بك علي، أرجو أن تضعنا في صحة الأخبار التي تداولها العديد من الناشطين التي تتحدث عن سواتر ترابية ضحى حزب الله بالإضافة إلى سياج معدني، وأيضا هناك زرع 4000 لغم أرضي جديد. مساء الخير لك للمشاهدين. مساء النور. أكيد النظام أو ميليشيا حزب الله بالتحديد قامت من عدة أيام بإعلاء السواتر بتشكيل سواتر جديدة لارتفاع الحدود 5 أمتار، سواتر ترابية على المدخل الجنوبي لبلدة مضايا أو لمدينة الزبداني بالكامل. أيضا قامت بوضع كما ذكرتم السواتر الحديدية اللي تنطلق من كازية السعيد توضيحا إلى درب الشام بحدود تقريبا 3.5 كيلومتر طولي. هي بالنسبة لموضوع الستار والحواجز التي يقوم ب يعني من جديد يقوم بتفعيلها نظام بشار الأسد، وأيضا بالتعاون مع ميليشيا حزب الله، وميليشيا حزب الله في الأكيد هي الحاكم والمسيطر بالكامل عسكريا على المنطقة. طيب طيب أستاذ لقمان، إذا يعني حزب الله له هدف واضح من هذا الموضوع، إجبار الأهالي على الخروج من هذه المنطقة أو تركهم للموت. مساء الخير. مساء النور. يعني دعنا نتصارح ونقول بأن مضايا اليوم أو منطقة الزبداني تسدد فواتير التاريخ والجغرافيا. طيب. تسدد فواتير تاريخ ما كان خلال
الأشهر الماضية من تراجعات عسكرية لقوى المعارضة، وهذا ما ترجم عن نفسه من خلال ما يسمى الاتفاقات، سواء اتفاق الزبداني الأول في مراحله الأولى والثانية والثالثة، ولكنها تدفع أيضا وهنا الأهم فاتورة الجغرافيا، فاتورة وقوعها على طريق بيروت دمشق. نعم. للأسف اليوم حزب الله ليس صاحب القرار فيما يجري. حزب الله ينفذ ما بدأه الإيرانيون منذ سنوات وترجموه في المرحلة الماضية عندما تحدثوا عن إسقاط العواصم. بعد إسقاط العواصم بدأ شبك العواصم ببعض. اليوم مضايا ومنطقة الزبداني تدفع ثمن ربط دمشق ببيروت ضمن عملية ربط العواصم الساقطة في السلة الإيرانية بعضها ببعض. وبهذا المعنى علينا ألا نخطئ، هذا لا يبرئ بطبيعة الحال حزب الله على الإطلاق مما قام به ومما يقوم به ومما سوف يقوم به، ولكن هذا لا يكفي لكي نفهم في السياسة ماذا يجري. وما يجري اليوم للأسف يزيد منه أن هناك من سوف يذهب في غد للتفاوض، وأن بند الحصار وأن البند الإنساني سوف يبقى موضع تفاوض ولن يعتبر شرطا. نعم، يعني هذا ما سأتي إليه، لكن وددت صحيح، لكن وددت أن أذهب إلى الأستاذ علي حديث فقط. سيد الكريم، هناك من يقول بأنه سواتر ترابية والحواجز تستخدم في حال كان هناك معارك، لماذا يتم استخدامها الآن؟ لماذا؟ وأيضا سؤال آخر عن صحة الأخبار التي تقول بأنه هناك الميليشيات تقوم الشيعية تقوم بإعطاء الأهالي الإنذارات حتى يتم إخراجهم من البلدة. تماما سيدي، ليش حزب الله عم يقوم برفع السواد الترابي اكثر؟ لتجديد الحصار بشكل اكبر، بما انه الضغط الاعلامي والكاميرا كانت بشكل دائم مسلط على مضايا والمشكله الانسانيه الموجوده بمضايا والحاله الامميه والدوليه التي تعاقبت على الكارثه الانسانيه التي وجدت في مضايا. على اثر حزب الله اخرج بيان عسكري، اخرج بيان من الجناح العسكري لحزب الله يستنكر ويقول بانه هو لا يحاصر مدنيين ولا يقتل ناس جوعا ولا يقتل اطفال جوعا. فهذا البيان بالعاده بيخرج حزب الله بيطلعه عندما يكون بحاله حرب مع اسرائيل. عندما اخرج هذا البيان كان بحاله سيئه جدا امام، اولا امام جمهوره، ثانيا امام الوضع الدولي العام، عندما ذهب او عندما خرج بالفعل وتبين بانه هو قاتل الاطفال، قاتل النساء، قاتل المدنيين الموجودين داخل بلده مضايا من الزبداني وبوقير. هي اولا. ثانيا رفع السواتر ليش؟ والإنذارات اللي عم بتتم بشكل دائم. اليوم أيضا قام بإنذار مدنيين موجودين على خط الأوتوستراد دمشق الزبداني أو بما نصفه دمشق أيضا بيروت الواقع بمنتصف مدينة الزبداني أو منتصف سهل الزبداني يصل مضايا بدمشق. قام أيضا بإنذار أهالي المنازل الموجودين بهذه البيوت لإخلائها، ومن بعد الإخلاء يتم تفجير هذه المنازل. أيضا من حوالي اليومين قام حزب الله بمحاولة للتقدم والتمركز ببعض الأبنية ليتقدم بشكل أكبر إلى بلدة مضايا. نعم. ليش عم يقوم بهذه الأمور العسكرية؟ نعم يعني هذه الأمور ودت الأستاذ لقمان. الآن سيقوم النظام إذا باستخدامها كورقة سياسية فيما لو تم الحديث عن جنيف، أليس كذلك؟ استخدامها لصالحه، لكن أين المجتمع الدولي من مثل هذه الحالة الإنسانية وهو شاهد عليها، خاصة مجلس الأمن؟ يعني يا سيدي، كيف تنتظر من المجتمع الدولي الذي يعطي إيران بيد رفع العقوبات والذي يعطي إيران بيد مزيد من الاعتراف بها وبدورها أن يهتم أو أن يعنى أو أن يقلق لأن مضايا أو غير مضايا محاصرة؟ المجتمع الدولي للأسف، ولنقل الأمور بصراحة، يعتبر أن مضايا وما يعادل مضايا من قرى واقعة تحت الحصار هي مجرد أضرار جانبية، وهذا يرتب دورا أساسيا على
الذاهبون على الذاهبين غدا للتفاوض لإعادة تحديد المعايير والقيم، نعم، لرفض اعتبار أن حصار القرى، لرفض اعتبار التهجير الاستراتيجي الذي تقوم به إيران اليوم هو موضوع للتفاوض. يجب اعتبار هذه البنود بنود رئيسية، بنود يمكن أن تعطل التفاوض. لا يمكن أن ننتظر من المجتمع الدولي أكثر مما يمكن أن ننتظر من المعارضة، وللأسف المعارضة لا تقرأ بشكل صحيح ما يجري في الميدان، فما بالك بالمجتمع الدولي المعروف عنه بأنه صحيح. أصلا يزن بميزانين. نعم، شكرا لك أستاذ لقمان سليم، مدير مركز أمم للأبحاث، ضيفي من بيروت، وأيضا كل شكر لعلي إبراهيم، ممثل شباب الحراك الثوري من البقاع، ضيفي عبر سكايب. أيها الأفاضل، ألقاكم مطلع الأسبوع القادم، فإلى حين دمتم بحفظ الله ورعايته.